تزوج أختيه وحكم مصر وارتكب عدة أفعال جنونية لتكون نهايته بأن قتل نفسه خطأ. عن الإمبراطور الفارسي قمبيز الثاني نتحدث، وعنه اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نواصل عزيز المتابع، ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. الإمبراطور قمبيز الثاني هو ابن قورش العظيم الذي يعتبر أكبر أباطرة الفرس في التاريخ، حيث أن قورش هو الإمبراطور الذي قضى على إمبراطورية بابل وإمبراطورية ليديا وضم أيضا أملاك الفينيقيين إلى إمبراطوريته. ولد قمبيز لوالده الملك العظيم سنة 558 قبل الميلاد، ولقد تولى العرش سنة 530 قبل الميلاد ليحكم 8 سنوات حقق فيها الكثير من الانتصارات، إلا أنه كان السبب في انتهاء نسل والده حيث قتل أخاه الأصغر لتؤول الدولة من بعده إلى نبلاء من الفرس بعد أن انقطع نسل قورش العظيم. وخلال السنوات الأولى من حكمه قتل قمبيز الثاني شقيقه الأصغر سميرديس وأبقى أمر قتله سرا. أراد قمبيز بعد ذلك أن يحقق حلم والده والذي تمثل في ضم مصر إلى مملكته. ويروي المؤرخ هيرودوت قصة طريفة متعلقة بهذا الأمر، حيث يقول بأنه سنة 525 قبل الميلاد بعث الإمبراطور قمبيز الثاني رسالة إلى فرعون مصر وطلب منه أن يزوجه ابنته، إلا أن أحمس الثاني ملك مصر آنذاك لم يكن موافقا على تزويج ابنته لقمبيز، ومن أجل ذلك فلقد ابتدع خدعة حتى يتجنب العداء مع الإمبراطور الفارسي، فأرسل إليه ابنة الفرعون السابق أبريس على أنها ابنته التي طلبها. وعندما اكتشف قمبيز الثاني هذه الخدعة حزم أمره على غزو مصر، وكما أسلفنا فلقد كان ذلك هو مراده ومراد أبيه حتى قبل قصة هذه الخدعة. المهم فلقد قاد قمبيز جيشه وتوجه نحو مصر ليكتب القدر أن يعاجل الموت الفرعون المصري أحمس الثاني. تولى العرش بعده ابنه بسماتك الثالث، إلا أن قمبيز الثاني تمكن من احتلال مصر وتوج نفسه ملكا عليها. وفي حين أن المصادر المعاصرة قدمت قمبيز على أنه ملك رزين نجح فيما كان يصبو إليه، إلا أن هيرودوت كان يصوره دائما كملك مجنون واتهمه بأنه قام بتشويه وحرق جثة الفرعون أحمس الثاني، وذلك لأنه خدعه بعدم إرسال ابنته لها ليتزوجها. كما يفسر هيرودوت قتل قمبيز لأخيه سميرديس وزواجه من شقيقتيه روكسان وأتوسا كعلامات واضحة على جنونه. ولكن طبعا التفسيرات المعاصرة ترى أن هذه الاتهامات كان مبالغا فيها إلى حد كبير، فلقد ارتكب الكثير من الملوك مثل هذه التصرفات. وأثناء إقامته في مصر تلقى الملك قمبيز الثاني أنباء عن ثورات في بلاد فارس، حيث أشارت الأنباء إلى أن أخاه سميرديس كان يطالب بالعرش. استشاط قمبيز غضبا حيث أنه يعلم جيدا بأنه قد قتل أخاه، وبأن هذا الشخص الذي يدعي بأنه الأمير سميرديس هو مجرد مدع وكذاب. ولذلك فلقد جمع قمبيز جيشه واستعد للعودة إلى بلاده، إلا أنه وأثناء عودته انزلق سيفه من غمده واخترق فخذه ليسبب له غرغرينا ستؤدي إلى وفاته. هكذا توفي هذا الملك في بلدة سورية دون أن يقابل سميرديس المزيف في أي معركة. ولقد استتب الأمر لسميرديس المزيف بعد وفاة قمبيز لعدة سنوات. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، تحدثنا فيه عن الملك الفارسي قمبيز الثاني الذي كانت له طموحات كبرى واستطاع أن يضم مصر إلى مملكته، غير أنه لم يستطع أن يحافظ على ملك أبيه، كما فشل أيضا في ضم بلدان أخرى مثل قرطاج التي أراد ضمها أيضا. كانت وفاته سنة 522 قبل الميلاد ليصدل بذلك الستار عن قصة قمبيز الثاني الملك الفارسي الشهير. نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.